حط ملح اسرق لحد ما يستوي. زيت زيتون وادخلها فرن لحد ما يتغير. حط سمن ملعقة وزيت زيتون وادخلها فرن بس يسخن. لحد ما تشكل معنا تقريبا 25 دقيقة واقلب على وجه ثاني 25 دقيقة ثانية ويكون جاهز. طلعت من الفرن واقلب على وجه ثاني زي كذا وارجع على الفرن لحد ما تشكل كذا. حط بيكان فلفل اسود وبابريكا زيت زيتون حط شوي ملح لاني ما حطيت ملح يوم حطيت الفلفل. حاول اني اخلط لحد ما يطلع القوام هذا تقريبا 7 دقائق كذا صار جاهز. طعمها الصراحة لذيذ لازم تجربونه.